ورغم كده السيسي برضو ونظامه مش ساكتين وشغالين يدوروا على قروض من اي حته تاني. الحاج كامل وزير بعد سحب كل فلوس البلد في مشروعه الفاشله مش مبطل قروض ولا ديون بيدفع ثمنها الشعب، رايح يتفاوض على 4 قروض جداد. النقل تتفاوض الدولار سعره 38.90، الدولار دلوقتي في السوق السوداء سعره ولسه في البنك. الو الو لسه في البنك 30، كلمينا يا ناس اللي في الحته. المهم يعني 38.90، مين رجل اعمال او مستثمر هيجي لك والدولار مكتوب في البنك بسعره بره؟ طبعا الدولار برضه هتلاقيه في البنك ب 30، سعره بره 38.90. النقل تتفاوض على قروض، على 4 قروض جديده بقيمه 1,280,000,000 دولار لاستكمال مشروعات. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك والبيت اللي جنب بيتك. يعني فعلا مش هزار، يعني انتوا بتستعبطوا. قال مصدر مسؤول بوزاره النقل ان الوزاره بتتفاوض مع عدد مؤسسات التمويل الدوليه للحصول على 4 قروض جديده قيمتها الاجماليه 1,280,000,000 بهدف استكمال بقى مشروعات هيئه السكه الحديد. ونهب يا معلم، حد كامل عايز يقترض 1,280,000,000 دولار في ظل ان الشعب المصري هيفضل يسدد اقساط الدين العام الخارجي لمصر حتى عام 54 يعني حتى عام، بص بقى عيش حياتك بقى، عيش حياتك وابحث عن ذاتك يا مصري.